أهلا وسهلا فيكم بالحبوب. طالبين إيه بنتك وحدة وشرفنا هديل لابن أخوي كامل تشرف بيكم حاضرين تشرف بيكم كل الحضور. الله محييك. الله يخليك. الله يخليك. تومر بي احنا حاضرين بس انا مثل العالم حاضرين اللي بدك اياه ثلاثه متقدم خمسه ويجيك ان شاء الله ويشوف الف خير واكثر. الله يبارك فيك واخبار عندك ونشكرك وبارك الله فيك ونشكرك بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، جاء بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الحمد لله الذي قال في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال رسول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، فهو غض للبصر وحفظ للفرج. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أختام الرجل عارف، يا أختام الرجل عارف، زوجتك زوجتك وأنكحتك وأنكحتك نفس موكلتي نفس موكلتي الباكر الباكر هدي الخطاب أحمد هدي الخطاب أحمد على مهر مقدم على مهر مقدم قدره 3,000 يورو قدره 3,000 يورو وعلى مهر مؤخر وعلى مهر مؤخر قدره 5,000 يورو قدره 5,000 يورو. قول يا أخ خطاب أحمد يا أخ خطاب أحمد وكيل وكيل هدي الخطاب أحمد هدي الخطاب أحمد قبلت الزواج
قبلت الزواج والنكاح من نفس موكلتك الباكر أدير خطاب أحمد على المهرين المذكورين على سنة الله ورسوله والله على ما نقول شهيد مبروك.